مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من بن سليمان. سيدة اتصلت قناة شوف تي في، قناة الشعب، باش توصل صوت الرأي العام. مرضات ام ثلاثة الوليدات وارملة في نفس الوقت، فكانت خدامة بصحتها حتى مرضات، دابا بغات اللي يعاونها، ما بقاش عندها باش تدوز لا حصص ديال الشيمي، ما بقى عندها لا حنين ولا رحيم. تفضلي لاله، مرحبا بك على قناة شوف تي في، احكي لنا. وانا مريضه وليدي، جاني مرض السرطان في البزوله، كنت خدامه بصحيح حتى وليدي الحمد لله معاونا على دوك اليتامى، وصابني الله تعاونوا معايا الناس محسنين، داروا لي السكانيرات الراديوات التحاليل، داروا لي الشيمي اللي قول، داروا لي كندير ب 18000، هاد الشيمي البيض 1,070,000 باش كندير الحصه، ودابا انا حابسه وليدي رجع قال شهر، دابا باش حابسه الحصه، لا حصه لا دواء لا حتى شي حاجه، كيتعاونوا معايا الناس دابا باش كن نصير وما ناكل وما والو، على الغالب الله والو ما عديش، عدي الله الحق سبحانه، ما شافوني شي محسنين وحنوا فيا ويشوفوا لوجه الله ويتعاونوا معايا على وجه الله، وهذوك اليتامى الله يرحم الوالدين، الله يعطيكم صحيحتكم الله يخلي لكم وليداتكم. شحال انت دابا مرتي؟ دابا من شهر 11، من شهر 11 ولا من شهر جوج ولا شهر 11. كيف كدوزي دابا؟ في مولاي عبد الله ولا ما كانش الامو كتخلص محمديه ولا في الرباط ولا سلمى تما كنتبع ويني ما عادي كنخلص، كيخلصوا عطوني الناس باش نخلص، كان الامو راه ما تخلص حتى حاجه، ويني دابا انا كنخلص تحاليل شي دابا 1,070,000، دابا رانا حابسه ما كنديروا ما حتى حاجه، وعندي الحريق في البزوله. النفسيه ديالك كي دايره؟ والنفسيه ديالي ولدي راه كنت مرات النفس ديالي، وليت نتحس من صدري، وليت كنمرض، ما كنعيش، ما كناكل، ما كنشرب، ما والو، بيت دوك شاعل حتى الصباح، ودابا خرجت يط واحد الطبيب عطاتني شي دواء، دابا شويه النفسيه شويه، ويني دابا الدواء ديال الاكتئاب اللي كنشربو. كنتي بصحتك في الاول؟ ما صحيحه ما فيا حتى شي حاجه. وكيفاش تحسيتي وليت كتعطاتني بزولتي الحريق في سيمانه، عطاتني الحريق ودخل لي الراس تاع البزوله، ملي مشيت دوزت قالوا لي راه عندك سرطان، مشيت درت تحاليل ودرت سكانير وداك الشيء، قال لي راه عندك سرطان البزول. عطيني الرقم ديالك انت يعني مباشر. 06-06-06-71-40 بالزير. واخا ما كاين انت وليدي راسي، لا بلا ما توريني داك، ها نوريك باش يشوفوني انا، يبان داك يا موتي صافي وليدي. الظروف ديالك كيفاش؟ هو الظروف ديالي الغرب الله، والو حبست ما استلم من الله يسرق، والو وليدي، والو وليدي حبيبي، مع لا شافوني الناس يتعاونوا معايا الله يخليهم، الله يرحم الوالدين. انا راه لا شعر لا كنت قداش بحال كنزيد، ويني الغالب الله ربي ضعفيتي بزاف بزاف وليدي، بزاف اللي شافني دابا ما كيعرفنيش بزاف وليدي، راه كنت قداش بحال كنزيد خدامه وما داراني حتى حاجه، نخدم ونجي للدار نشقى وكلشي، ويني صابني الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله ربي تفكرني، الحمد لله نحمد الله ونشكره، نحمد الله ولدي ونشكره. باقي عندك ما تزيدي؟ واش هادشي اللي كاين وليدي، راه كيشوفوا المحسنين بغاو يتعاونوا معايا، كيشوفوا ويحن قلبهم ويشوفوا فيا ويتعاونوا معايا، الله يخليهم، الله يرحم لي من الوالدين اللي شافني يتعاون معايا على وجه الله، هو داك اليتامى الله يرحم الوالدين. عاود يعطيني الرقم ديالك. 06-06-71-40. شكرا. اذا المشاهدين الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، سمعتوا قصه هاد الارمله وهاد الام ذات الوليدات، فالله يدير لها شي تاويل الخير، نتمنى ربي الناس المحسنين يتعاونوا مع الرقم راه في الشاشه وذكرته على اللسان ديالها. ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء.